عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في البلو كات جيمر، حصة جديدة جيم ريفيوز نقدموا فيها مراجعات ألعاب فيديو في أقل من 3 دقائق باش منكونوش مملين. خليكم معنا في الحلقة الأولى، لايك وشير كان عجبكم المحتوى. دونك نبدأ لكم بقصتي ملي صغير مغروم ياسر باللي جو فيديو، ونهار كله أنا نلعب نهار كله أنا نلعب لا قراية لا شيء، وأمي في جرتي يا حسين أقرأ يا حسين يا حسين أقرأ يا حسين، سايب الكازي يا حسين يزي نام الكازي يا حسين يا حسين رايلي باش نطيشو هالكازي يا حسين. حتى لين هاني كبرت ولعبت بالكازي، ولعبتنا اليوم هي كازي اند ذا وايلد ماسكس، لعبة ممتازة ياسر، عملت تقريبا اللي عملته لوسفير لكن بنجاح، على عكس لوسفير اللي حاب تلم الميكانيزم تاع دي زير بي جي قدام ما بعضهم مجاهجين ما نعرفش. انا ما عجبنيش، نجم نكون فما عباد عجبهم، نقبلوا جميع الاراء. كازي اند ذا وايلد ماسك هو رجوع للسورس للتسعينات، الزمن الجميل زمن لي ماسكوت، وراكم تشوفوا لي روم تاعنا انسبيري من ديزاين الاولاني نتاع سونيك الارنب ويضرب وذنيه. اي نعم الليفل سيلكشن اللي تانسبيري زاد راكم تشوفوا من ماريو، ولكن الباك جراوند مزيان برشا، شوفوا معناتها حتى كي تقدم في من ستاج لستاج يتبدل الطقس هوني ها ولا مطر، يعني حاجه جميله ياسر، عجبتني ياسر اللعبه هذه، وبالحق اللعبه هذه فريمون فهمت اللعبه واختارت احسن بزنس موديل اللي هو كوبي ستيل اند ريثينك، ما فيها حتى شيء اوريجينال، كل شيء مسروق كاريمون من دونكي كونغ ماريو سونيك شانتي اند وندر بوي. عندنا 4 مونت، في كل مونت فما 7 نيفو، ان نيفو كاشي اي ان نيفو في بوس. عندنا 3 تيب دو كولكتبلز اللي هما لي كريستو لي زيمروت والاسم كيما دونكي كونغ. هاكم باش تشوفوا دونك نبداو بال ستاج الاولاني باش نفهموا اللعبه، نبداو بالستاج الاولاني اللي فيه الشمس ساطعة والسماء زرقاء، يعني نيفو سهل تعرفوا فيه عن اللعبة. القصة متاع اللعبة هي نسيت ما حكيتش على القصة، والطون دو شارجمون بارمي لي بوان نيجاتيف هما القصة والطون دو شارجمون. الطون دو شارجمون هاكم تشوفوا يعني رزين شوية، والقصة ماهيش مفهومة جملة، يعني بون عن هذا كازي ولا هذي كازي بلوتو مشات هي وخوها القصر، في القصر فما عمتهم عاقبتهم ولا كيفاش وخوها ولا شبح، وهي لازمها تتصارع مع خضرين عم لوبيا وجلبانه باش ترجع خوها حي، باش ولا هاي كعبه جلبانه جاتنا في كل البيت ما بتبقى قلبها كخوها يحميها، واللي هي هذه ما تفكرنا برشا بالبولدوغا هكا نتاع كراش، يعني فريمون سرقوا بارتو ما فماش ماتش فما حشمه، المهم عملوا حاجه مزيانه هكا ما يصيرش خليه يسرقوا هاي كعبه سفينيريا جايه تترجع. تشوفوا في الفيتيس بالحق تاع اللعبه معناتها تفكرنا ياسر بسميه avec une précision تاع ماريو دونكي كونغ. شنو ما قلت انا بك لي ذكرت شانتي ووندر بوي هما لي ماسك، اللعبة اسمها كازي هاند وايلد ماسك، خاطر كل مرة يلبس ماسك فما النمر فما الديناصور وفما الروكان، يعني كل ماسك يعطيه دي بوفوار وهذا يخلي الجيم بلاي ممتع ومنخرجوش. هوني نخلطو ليد تشيك بوينت و يعني سبيد ران شوية هاي اللي هو اللي جاهم ممكن بكش انا في الدنيا اللي في اللعبة يا الاسفنيريا زادة ما تبيش يا سيدي يا الاسفنيريا بيه كلها كلها بيتا كاروتين سرتو الصغار كانت تفرجوا فينا، واللعبة هذي بحق انتريسونت برشا مهمة وادابتي للصغار، ما فيها حتى شيء يخليها غير مسكوبة للصغار. خرجت في مارس 2021 وننصحكم بحق، موجودة على الشعبية بترونتو، ننصحكم انكم تاخذوها وتجربوها، لعبة جميلة 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 جدا. ان شاء الله عجبكم ريفيو، المرة الجاية الجمعة الجاية ان شاء الله خاطر الحصة باش تكون اسبوعية، خليكم معنا في ريفيو جديد، الى اللقاء، السلام عليكم.